علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصعدا، إلا في فريضتين في زوجة وأبوين، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي، وما بقي فللأب. وفي زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول، إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كان فلها السدس حينئذ. إذن صاحب الرسالة ابتدأ بميراث بعض الورثة، فبدأ بالأم، والأم تلخيص فريضتها سهل، لها ثلاثة أحوال: إما أن تأخذ الثلث، وإما أن تأخذ السدس، وإما أن تأخذ ثلث الباقي. عندها ثلاث أحوال الأم، إذا تأخذ الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. الثلث أمتى تأخذه؟ ثلث تأخذه إذا كان ما فيش ولد للميت، والولد يطلق على الذكر والأنثى، فيش ولد للميت ولا فيه جمع من الإخوة اثنين فصاعدا، الحالة هذه تأخذ الثلث. فإن كان أحد الأمرين هذم لابد من غيابهم إذا أردنا أن نعطيها الثلث، لا يوجد الميت ولد ويدخل فيه ولد الابن بطبيعة الحال، ولا يوجد له جمع من الإخوة أي أخوان فصاعدا، هذين لازم يغيبا إذا كان أردنا أن نعطيها الثلث. فإن وجد أحدهما إما ولد للميت ويدخل فيه ولد الولد ولد الابن أو له جمع من الإخوة، فالحالة هذه نعطيها السدس، هذه سهلة ما فيهاش مشكل. بقي لنا القضية الثالثة أو الحالة الثالث، هما الغراوان. بالنسبة للثلث يعني أم وزوج، مثلا الزوج عنده النصف والأم عندها الثلث، لماذا؟ لأن لا يوجد جمع من الإخوة، ما فيش إخوة أصلا، لكن حتى لو وجد واحد ما ترش علينا، إذا لا يوجد جمع من الإخوة ولا يوجد ولد للميت فلها الثلث. لنفرض أن فيه أخ شقيق لا يؤثر على الأم، قاعد ميراثها هو الثلث، المسألة فيها فرضان، واحد مقام اثنين والآخر مقام ثلاثة وهما متباينان، يضرب أحدهما في كامل الآخر بستة، نصفها ثلثها عفوا للأم ونصفها للزوج وفضل واحد للشقيق، وطبعا يرث بايش؟ التعصيب عاصب.
هذه هي قضية. إذن نلتفت للأم، هل فيه ولد أو ولد ابن أو بنت؟ الولد يشمل ذكر ولا أنثى؟ ابن بنت ابن ابن بنت ابن، كلها تأخذ معهم السدس طول. إذا لم يكن معهم، إذا لم يكن للميت ابن ولا إخوة، لابد أن ننتبه للإخوة، جمع أمارته الأخ هنا واحد ما يترش علينا، لو حطينا معه واحد ثاني شقيق آخر لنزلت من الثلث إلى السدس. نعم كويس، هذا بالنسبة للسدس والثلث. عندنا لشغلتنا هي مسألة الغرة الغراوين، وهما مسألتان. لولا أب وأم وزوج، والثانية زوجة وأب وأم، هاتان المسألتان تأخذ فيهما الأم في الحالة الثالثة، أي فرضها الثالث، ثلث الباقي. وقلنا أصل مبدأها للتعليم، انظروا الزوج عنده نصف، هذا ما يتدخل فيه حد، وعندنا الأم المفروض تأخذ الثلث لأن لا فيه إخوة ولا فيه أولاد، ولا فيه أولاد، الأصل فيها نعطيها الثلث الأصل، وللأب الباقي. إذا درنا المسألة هكذا مجرد ابتداء، ما زال ما تبتناش على المسألة، عندنا الثلاثة واثنين متباينان، الثلث والنصف مقام من ستة، النصف ثلاثة. وإذا أعطينا للأم حظها كما هو الواجب تصبح اثنين، الأب خذي واحد، وهذا لا يقول به أحد لأن الأب المفروض يأخذ ضعف الأم. ولذلك رأى زيد رحمه الله أن يعطيها ثلث الباقي، لأن جه هنا الأم هي اللي تأخذ ضعف الأب فما مشتش العملية. نعم، فأعطاها ثلث الباقي. كويس، ثلث الباقي يعني الزوج عند النصف كما هو الحال، و بقي نكمل لما اعطيناها، لما اعطينا للزوج النصف بقي ثلاثة، نعطي ثلث الباقي، ثلث ثلاثة كم؟ واحد للأم، وما بقي للأب. فمشت القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه، وهذه مأخوذة من قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث المفروض، لكن هنا ما اخذتش الثلث لأنها كمت فلأمه الثلث. شوف هم منها أن الأب عند الباقي، والباقي كم؟ الثلثان، هذه قاعدة خربت هنا لأن كان أعطيناه الأم اثنين يصبح الأب عنده واحد، فما مشيتش حكاية قاعدة ورثه أبواه فلأمه الثلث، لو أعطيناها الثلث أخذت أكثر من الأب. ولذلك ارجع لي قاعدة في قضية أن الأب يأخذ ضعف الأنثى ضعف الأم، فأعطاها ثلث الباقي، وقلنا سماه ثلث تأدبا مع القرآن لأن ما فيش حاجة اسمها ثلث الباقي. على قول الشيخ من قال أن يبقى الثلث على رأي ابن عباس، كيف عمل هذا؟ كيف؟ لا أعطيه واحد الأب، أعطيه واحد، اللي قال ما فيش حاجة اسمها تأخذ الثلث كاملا يعطي الأب ما تبقى، قال هذا نصيبه خلاص. بالنسبة للمسألة الثانية، الزوجة عندها الربع لأن ما عناش ولد للميت تأخذ الربع، والأم المفروض تأخذ الثلث، والأب عاصب بطبيعة الحال،
ثلاثة والأربعة بينهما تباين يجتمعان في الاثنى عشر للربع للزوجة ثلاثة، وإذا أعطينا للأم الثلث كاملا ثلث الاثناش أربعة، أربعة وثلاثة سبعة حولهم الاثناش يصبحون خمسة للأب، معنى ذلك أنهم أخداش ضعفها، ولذلك اضطر زيد أن يعطي للأم ثلث الباقي. نعم، ثلث الباقي ما نحوله ثلاثة من الاثناش صبحاً تسعة، ثلثهم كم؟ ثلاثة، وما بقي فهو للأب. قديش بقى؟ ستة. ستة، نعم، إلا أنه في الحالة هذه نحتاج إلى الاختصار، هي هذه درفال التعليم، لكن احنا من الأول نعرف أن الزوجة والأب تأخذ معاهم الأم ثلث الباقي، تنظرها مرة أخرى، لكن الآن خلينا نختصر هذه، كل الأعداد هذه تقبل القسمة على ثلاثة، 12 على ثلاثة أربعة، ثلاثة على ثلاثة واحد، ستة على ثلاثة اثنين، وثلاثة على ثلاثة واحد، نعم. فأخذت الربع في حقيقة الأمر واحد من أربعة، وهنا أخذت السدس واحد من ستة، ومع ذلك سميناه ثلث الباقي. إذا كان نعرف احنا المسألة هذه ما فيش ضرورة للوصول إلى الاثناش ثم الاختصار، بل نقول زوجة وأب وأم، الزوجة الربع، الأب عاصب، والأم ثلث الباقي. كويس، إذن هذه من الأول ما عادش نحتاج فيها إلى قضية تكبير للعدد، بل نقول إنها من أربعة من الأصل، لأن الربع فيها وثلث الباقي فيها، الربع الأربعة واحد، بقينا ثلاثة ثلثين واحد، وما بقي فهو للأبي وهو اثنان، فرجعت كما هي هنا بدون اختصار، لأن هذه نعرفها من الأول، ولذلك درناها من أربعة، لأن الأربعة فيها ربع وفيها ثلث باقي، لأن لما حولوا منها الربع أصبحت ثلاثة، وثلاثة عندها ثلث، فمن الأول حطيناها من أربعة، بينما اللي ما نعرفوش كيف يصير بالضبط لابد من المرور بالعملية هذه، أصبحت من 12 لأن بنعطوها الثلث، لما أعطيناها الثلث لقيناها تأخذ ما يخرجش الأب ضعفها، فأعطيناها ثلث الباقي، ال 12 حولوا منها ثلاثة متاع الزوجة أصبحت تسعة، ثلثها ثلاثة، أعطيناها ثلاثة وثلاثة للزوجة ستة، وحولناهم من ال 12 فضل للأب ستة، لقيناهن كلهن يختصرن، ودائما الفرضيون عندهم إذا أمكن الاختصار فلا نتحول إلى التطويل، ما نطولش المسألة ما نكبرهاش، وإنما نكبرها ما تصبح بنا ضرورة إلى هذا التكبير. هذه بالنسبة للغراوين ما فيهاش إشكال، يعني لو مشيت مع الأولى يعني بتحول العملية الثانية، لا هو ما احنا غير هذه للتعليم، لكن هو من الأول احنا نعرفه أن في مسألتين قديش تأخذ الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، بعدين تأخذ ثلث الباقي، هذه لا مناص من أنها هكذا الطريقة هذه، نعم، والأب من ستة الأب يأخذ الفاضل، ولو ما جاش ضعف لا هو بالضرورة هيك، خلاص هي معاش فيها هذه مناص، لما نعرف أنها تأخذ ثلث الباقي لابدها تطلع هيك، ما عندناش معناها خيار آخر، ربما والله غيره ما عندناش المسألة هذه، لكن نحفظ شخصياتها الوالداني وأحد الزوجين، الأب والأم معهم زوج، أو الأب والأم معهم زوجة، نعم، هذه هي كل القصة، نعم، وصاحب الرحبية اختصرها في كلمتين، قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة. إذن المسألة سهلة، احفظها حفيظها هكذا، يعني الوالدان ومعهم أحد الزوجين، تأخذ الأم ثلث
الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وما فضل فهو للأبي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ميراث الأب لا مازال العول، ما وصلنا لاش العول، وسهل مع ذلك حتى العون. قال الشارح: ثم انتقل الشيخ يتكلم على ميراث الأب وذكر له ثلاث فرائض. أشار إلى الأولى بقوله: وميراث الأب من ولده، أي الذكر والأنثى بالنسبة للولد، إذا انفرد ورث المال كله. هذه إحدى الحالات. الأب إذن عند ثلاث حالات: الأولى العصبة بصورة عامة كلهم سنعرفهم إن شاء الله بالتفصيل، إذا انفردوا أخذوا المال كله، وإذا كان معهم صاحب فرض أخذوا ما فضل. الأب هذه واحدة من أحواله، المال كله لما يكون مع أحد من الأولاد هذم اللي يأثروا عليه، وذكرناها بكري أولاد الزوجة بطبيعة الحال، وقلنا سواء كانوا منه أو من غيره، ولو كانوا من زنا أو من لعان لا يهمنا ذلك، المهم ألا يكون للزوجة ولد حتى نعطي للأب حتى نعطي المال كله للأب إذا ما عندهاش، نعم ما في حد معه أصلا، لا صاحب فرض معه أبدا باهي ولا عاصب بطبيعة الحال، المال كله في عدم، في حال تمت هذا عدم الولد وعدم أصحاب عدم وارث، هو أصلا أصحاب الفروض يعني هي من يورث معاه الأب، هو يورث معاه الزوج وبالنسبة أصحاب الفروض والبنت وبنت الابن هذوم اللي يورثوا معاه، كما فيش أصحاب فروض بك كله ما فيش ولد، لأن الولد فيه جزء منه عاصب وهو الذكر، فالمال كله للأبي. الميراث الثاني أن يكون معه ولد للميت، ولد أنثى. الثالث ولد ذكر، أيوة. كان معاه، كان ما معاش هذون كلهم ياخذ المال كل، ومعاش صاحب فرض لا زوج ولا زوجة ولا غيره، كانوا معاه ولد ولكن هذا الولد ذكر، ماذا يأخذ؟ يأخذ السدس فقط. مثال ذلك أب وابن، الأب عنده السدس والابن عاصب مثلا من ستة، لأن فيها فرض واحد مقامه ستة، نعطي الأب السدس متاعه خلاص ما عاد عنده شيء، والابن يأخذ الباقي. هذه بالنسبة للحالة الولد الذكر. حالة الولد الأنثى أب بنت، هذه في الحالة هذه يأخذ السدس فرضا زايد أي وزايد الباقي تعصيبا، يأخذ السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا إن وجد طبيعة الحال. كويس، البنت هنا عندها النصف وهذا عند السدس، هذا ضروري منا، لا يمكن تصور أن الأب يحجب، وقلناها من الصباح قلنا ست شخصيات ما يحجبوش: الأبوان أو الوالدان والولدان والزوجان. نعم، إذن هنا عندنا الستة واثنين متداخلان، بيناتهم مداخلة يعني تداخل،
ناخذ في حاله التداخل. شو معنى التداخل؟ معناها الصغير داخل في الكبير، معناها الكبير يقبل القسمه على الصغير بدون باقي. عندناش حاجه اسمها باقي في الفرائض. كويس. بعدنا عندنا تداخل بين العددين، ناخذ الصغير وندخله في الكبير، نستغني عنه فيصبح ان هذا فقط اللي هو السته. حذفنا اثنين ليش؟ لانها داخله في السته، منهم تداخل. نعطي للاب، نعطي للبنت ثلاثه نصفها، نصف السته، ونعطي للاب ولا بد السدس مبدئيا واحد. نجمع الواحد مع الثلاثة نلقاهم أربعة، وعندنا ستة. احنا شوف ضل ضل اثنان، نزيدوهن للأب تعصيبا، زايد اثنين يساوي ثلاثة. وإذا كن من الأول ما نعرفه احنا ما يصح له، ما فيش لزوم للمسألة هذه، بل يعني تون نديره بعد نختصرها. هي قابلة للاختصار لأن ستة وثلاثة وثلاثة كلهن يقبل القسمة على ثلاثة. ثلاثة على ثلاثة واحد، وثلاثة هذه على ثلاثة واحد، والستة على ثلاثة اثنين. إذا المسألة من اثنين. نعم. كان ما نعرفوش نديرها من ستة إلى أن نصل إلى هذه، وكان نعرف من الأول. من الأول نحط إيش؟ أب وبنت النصف من اثنين، واحد للبنت ففضل واحد نعطيه للأب. لكن لو تلخبطنا وما عرفناش ياخذ، القاعدة عندنا لما تكون معاه يعني بنت أو بنت ابن، ولد أنثى وولد ولد كذلك أنثى، الحالة هذه نعطيه السدس مبدئيا ولا بد، ثم إن فضل شيء نضيفه إليه. مرات ما يفضلش هو، أب وبنت وزوج، احنا الزوج هذا ولا بد عند فرض زي ما حكينا بكري، الربع. ليش الربع؟ لأن فيه فرع وارث للميت للميتة، والبنت النص طبعا، والأب أقل درجاته، قلنا السدس إن بقي شيء زايد الباقي تعصيبا. كويس. عندنا اثنين داخلة في الأربعة وداخلة في الستة، هذه نستغني عنها، معناتهم تداخل اثنين والأربعة أو اثنين والستة. كويس. بقي لنا الستة والأربعة، هذوما ما بيناتهمش تداخل ولا بيناتهم تباين، بل بيناتهم ايش نسموها؟ توافق. توافق بالأنصاف. شو معنى توافق بالأنصاف؟ معناها كلا العددين يقبل القسمة على مقام النصفي. مقام النصف كم؟ اثنين. معناها هذين يقبلن على اثنين، الستة تقبل على اثنين والأربعة تقبل على اثنين، هذا نسموه ايه؟ توافق بالأنصاف. فإن كان يقبلن على أربعة نسموه توافق بالأربع، فإن كان يقبلن على ثلاثة توافق بالأثلاث، وهكذا يكبر الرقم أو يصغر. كويس. إذا كيف نعمل في حالة التداخل، في حالة التوافق؟ ناخذ وفق واحد منهم ونضربه في كامل الثاني. واحد من احنا احرار، اما ناخذه وفق السته نضربه في الاربعه، واما ناخذه وفق الاربعه ونضربه في السته، سواء سواء النتيجه. وفق الاربعه نضربه في السته اثنين، وفق الاربعه اثنين في السته ب 12، واذا اخذنا وفق السته اللي هو ثلاثه ضرب اربعه ب 12، النتيجه واحده. به عندنا الربع للزوج ثلاثة، والنصف للبنت ستة. نعم. ستة وثلاثة تسعة، قديش فضلنا؟ ثلاثة. نعطوه ثلاثة. نعم. لكن كنا ما نعرفوش نعطوه السدس أولا اللي هو اثنين، ونجمعوهن اثنين وستة ثمانية،
ثمانية وثلاثة 11 وهي 12، إذا فضل له واحد نضيفه له. أيوة، يعني واحد اثنين وواحد يساوي ثلاثة، فصبحت المسألة من 12، ثلاثة للأب وثلاثة وستة للبنت وثلاثة للزوج، وهي قابلة للاختصار، تختصر كلها تقبل القسمة على ثلاثة. إذن ال 12 تقسيم ثلاثة أربعة، وثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، وثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، رجعت إلى أربعة. وكنا نعرفها من الأول أن الأب يفضل له، من الأول نحطها من أربعة، لكن هيك أحسن للتعليم لأكثر ولا أقل، لأن احنا ما نعرفوش يفضل له ما يفضلش. باهي، دير مسألة أخرى. أب وبنت وبنت وزوج قاعدة معانا القاعدة أن الأب يأخذ السدس وما فضل، يأخذ السدس فرضا وما فضل تعصيبا. كويس، نبدأ بنعطوهم تو هذا الزوج عنده الربع ولا بد، وعندنا للبنتين ثلثان، والأب السدس مبدئيا زائد الباقي تعصيبا. كويس، المسألة بالنسبة للثلاثة داخلة في الستة، لوحوها الثلاثة، والأربعة والستة بينهما تداخل بالأنصاف، نأخذ نصف الأربعة نضربها في الستة، أو نصف الستة نضربه في الأربعة، النتيجة واحدة 12. ما هو كيو 12 للبنتين ثلثان، ثلثان هما ثمانية، لأن ثلث ل 12 أربعة، ثمانية، ثمانية تقبل القسمة على بنتين، أربعة أربعة. نعم، والزوج عنده ثلاثة، ثلاثة اللي هو الربع. نعم، أربعة وأربعة ثمانية، ثمانية وثلاثة 11، والمسألة من 12، حتى السدس ما فضلاش، ولذلك لابد نخموله في السدس نتاعها، هذا ضروري ولو بالعول. وبالفعل المسألة عالت، نعم، يعني زيادة السهام على أصل المسألة، كل واحد ينقص منا شوية. الأب هنا نعطوه قلنا اثنين، طبعا اثنين واربعة ستة، واربعة عشرة، وثلاثة 13، عالت إلى 13، مزال يجينا هو، لكن احنا غير مجرد هيك أربعة أربعة، نعودوهم معاود تحت الرقم الجديد. ولذلك إذا عندنا فريضة لابد أن تقسم على 13 مش على 12، 12 لوحناها خلاص، بعد يصير العول ننظر المسألة العائلة. إذا فهمنا أن الأب أفضل أقل من السدس، مش حتى السدس بس، لكن في الحالة هذه لابد أن نعطيه سدسه ولا بد، هذه القاعدة العامة. شو بقي لنا هي في قضية الميراث الأب؟ خلينا نشوف صاحب الرسالة لعل بحث حاجة أخرى، وهي دينا مسائل الأب. هو الأب عنده ثلث أحوال، ولذلك حتى لما يجي يتكلم على صاحب الرحبية يتكلم على الحجب قال والجد محجوب على الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، معنى ذلك أن الأب عنده ثلث أحوال، المال كله والسدس زائد الباقي، هذا فهمناها، نعم، السدس زائد الباقي، والثالثة يعني ياخذ شيء إلا السدس، السدس فقط، مع الولد الذكر سدس بس، مع الولد الأنثى اللي هي حاجتين، هي شخصيتين، البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها بنت ابن 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 مثلا، إذا وجد ذلك فإن هذا يؤثر عليه، يأخذ السدس زائد الباقي إن فضل. أما مع الولد الذكر، والولد الذكر يشمل شخصيتين، الابن وابن الابن وإن نزل، الابن وابن الابن وإن نزل. وقلنا حتى في درس الصباح أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدم وجوده،
وبيأخذ المال كله في حالة عدم الولد أصلاً، لا ذكر ولا أنثى، ولا معه صاحب فرض آخر يضم المال كله. فإن كان معه صاحب فرض، صاحب فرض من هم اللي يأخذوا معه الزوج؟ هو إلا الأب عفواً يأخذوا معه الزوج أو الزوجة أيضاً كذلك، ها والبنت وبنت الابن أكي ولا نعم، ها والأم أي نعم والأم، هذم يأخذوا معاه. إذن هذم في الحالة هذه يأخذ ما فضل عنهم تعصيبا، صار هو إما أن يرث بالتعصيب فقط مع أصحاب الفروض هذم اللي حكينا عليهم، أو عدم أو غيابهم أصلا، ويأخذ السدس فقط مع الإبن وابن الإبن، ويأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا إن فضل مع البنت وبنت الإبن. هذه أحوال الأب يعني ما فيها شيء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الشيخ ثم انتقل يتكلم على ميراث الأب، وذكر له ثلاث فرائض، وذكر له ثلاث فرائض. أشار إلى الأول بقوله وميراث الأب من ولده أي الذكر والأنثى إذا انفرد ورث المال كله بلا خلاف، وإلى الثانية بقوله ويفرض له مع وجود الولد الذكر أو ولد الابن الذكر أيضا السدس أولا من أصل التركة، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإلى الثالثة فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن كذلك فرض الأب السدس أولا من أصل المسألة، وأعطي بعد ذلك من شركه من أهل السهام وهم البنت وبنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصعدا أو بنت الابن. نعم، وهي لو كانت البنت معها بنت ابن حتى في مسألة الأب كيف يصير فيه؟ بنت وبنت ابن، أب وبنت وبنت ابن، بقى البنت قديش عندها؟ النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأب عند القاعدة العامة السدس زائد الباقي تعصيبا. كويس، عندنا احنا اثنين داخلة في الستة، والستة متكررة متماثلة، واحدة من الستات اللوحن والاثنين داخلة في الستة، فنكتفي بالأكبر أو الستة، البنت الابن واحد والبنت النصف ثلاثة، وقديش فضل اثنين، إذن أكثر من السدس نعطون كاملات، هو السدس زايد الباقي اثنين، نعطون كم هو فضل له؟ اثنين، أيوة السدس متاعه والباقي بعد فرض البنت وبنت الابن. نعم، هم البنت أو بنت الابن أو الاثنتان من ذلك فصاعدا. نعم، سهامهم ثم كان له ما بقي أي انفضل شيء يأخذه بالتعصيب لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم انتقل يتكلم على ميراث الابن. الابن ميراثه سهل لأنه أولا عن القاعدة العامة اللي حكينا عليها أنه لا يحرم لا يحجب حجب حرمان نهائيا الابن واحد منهم، وبالنسبة لبقية بعدين ما يحجب الشيء عنده إما نيارت بيش بالتعصيب ما عندناش فرض أبدا ليه، الابن هذا عاصب دائما، إذن حجب ما يصير لاش حجب، وميراثه بالتعصيب. والتعصيب شو معناه؟ معناها إن كان وحده يأخذ التركة جميعها، وإن كان معه صاحب فرض أو أكثر يأخذ ما تبقى بعد فروضهم. هذا الابن ما فيش عمل بكل فيش مشكلة. نعم،
كان قالوا لنا والله مات فلان وترك ابنه بس هذا ما ترك، نقول له ياخذ التركه كلها، ما فيش حتى عمل، ما فيش اصلا مكل كويس. باي ترك اثنين اي ابنين ولم حطهما عصبه يقتسمان المال بالتساوي بطبيعه الحال، لان سوسوا نعم علاقتهم بالميت رباطهم به زي بعضها، فيقسم بينهم المال كاملا. فان قيل لنا معه اصحاب فروض نقول لهم اصحاب الفروض تعطى فروضهم وتعطى فروضهم وما بقي فهو للابن، هذا ميراث الابن ما في شيء. يعني ميراث ابن الابن زي بالضبط في حالة غياب الابن، إذا غاب الابن قام ابن الابن مقامه، فيأخذ ما كان يأخذ الابن ويحجب من يحجبه الابن، فما فيش مشكلة. نعم لنفرض أنه ترك أب وابن ابن، الأب عند السدس لأن هذا فرع وارد ذكر السدس، وابن الابن عاصب يأخذ ما تبقى مثلا من ستة واحد وخمسة بالضبط. لنفرض أنه ترك ابن ابن ابن، نفس القضية لا تتغير المسألة أبدا. لنفرض أنه ترك أبا وابنا كذلك لا تتغير. نعم فإن ترك أبا وابنا وابن ابن هذه ما زال احنا وصلنا فيها لكن لا بأس، فإن المثل كذلك من ستة للأب واحد سدس ولا بد، والباقي للابن المباشر وهذا محجوب طبيعة الحال لأن ابن الابن لا يرث مع الابن. نعم هذا ميراث الابن وابن الابن. ماذا قال صاحب الكتاب؟ وميراث ايوه ثم انتقل يتكلم على ميراث الابن من ابويه وذكر له فريضتين اشار الى اولاهما بقوله وميراث الولد الذكر جميع المال ان كان وحده وليس معه ذو سهم، اما ان كان معه اخ له يعني ابن اخر. كلمه الاخ ما نحبوش التعبير بها احنا لان قلنا الضمير ديما يرجع للميت، نعم مع انه طبعا هنا وضح قال له، أما إن كان معه أخ له فأكثر فإنهم يرثون جميع المال يقتسمونه بالسوية. نعم والثانية أشار إليها بقوله أو يأخذ ما بقي بعد أخذ سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. أصحاب الفروض يعطون فروضهم، شو عندكم أنتم؟ ما بقي بعد أخذ سهام من معه، انتم صح سهامه؟ لا سهامه سهامه حتى نمصح حركم سهامهم، لا سهامه من معه من زوجة، سهامه من زوجة وابوين، سهامه من معه لا من زوجة وابوين او جد او جدة، هذه واضحه ما فيها شيء. نعم حتى حاجه ها زوجة او زوج كيف او زوج من زوجة بس شنو هذا؟ حتى المرأة تركت زوج. اي صحيح نعم صحيح حتى زوج نعم. وغريبة وما دراش سهاما من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة، نعم وإنما بدأ بأهل السهام كأن واحد سأله قال لماذا لم تذكر العصبة أولا؟ قال لأنهم أصل بالنسبة للعصبة لأن لهم سهاما معينة بالكتاب والسنة بدليل أنهم لا يحرمون أصحاب الفروض لا يحرمون، بينما العصبة قد يحرم نعم ما يفضل الله شيء نعم. بخلاف العصبة فإذا كان معه زوجة فقط فالمسألة من ثمانية لها ثمنها والباقي له،
وإن كان معه أبوان فقط فالمسألة من ستة للأبوين ثلثها يعني سدس سدس وللابن ما بقي. وإن كان معه جد أو جدة فالمسألة أيضا من ستة للجد أو للجدة سدس واحد والباقي له. وإن كان معه زوجة وأبوان فالمسألة من 24 للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين الثلث ثمانية بينهما يعني سدس سدس والباقي له. ثم انتقل يتكلم على ميراث ابن الابن ونفس القضية اللي حكيناها. فقال وابن ابن بمنزلة الابن غالبا إذا لم يكن للميت ابن من صلبه. وقيدنا بغالبا لأنه ليس كالابن في جميع الوجوه. شنين الوجوه اللي اختلفان؟ قال لأن الابن لا يسقط أصلا، هل ذكرناها؟ بينما ابن الابن يحجبه الابن لا يسقط أصلا، وابن الابن يسقط في نحو أبوين وابنتين وابن ابن، وقد لا يحجب من يحجبه الابن كما سيأتي. وأيضا الابن يحجب من؟ يحجب بنت الابن وابن الابن وابن الابن، لا يحجب أخاه ابن الابن. هذا اللي حكي عليه الآن، لا نزيد نعودها. الفرق بين الابن وابن الابن أن ابن الابن يحجب من بعده، من فوقه، من أعلى يعني، من أبعد من الميت. فالابن لا يأخذ معه ابن الابن، وابن الابن ابن الابن يأخذ معه ابن الابن الذي نعم الابن يطرد ابن الابن. أما ابن الابن فيأخذ معه ابن الابن بالتساوي لأنه مثله، يصل الميت نعم. وإنما يحجب من هو أعلى. أيوة. وابن ابن وقد لا يحجب من يحجبه الابن طبعا كما سيأتي. وأيضا ليس هو مثله في التعصيب، فإن ابن الابن يعصب بنات الصلب، وذكرناها هذه في الصبح، وقلنا البنت لا يعصبها إلا الابن فقط، عصبهاش واحد أخ. بنت البنت البنت لا بنت الابن يعصبها ابن الابن درجة واحدة في حالة الدرجة الواحدة يعصبها مطلقا. وهذه عينا منها في الصبح، كررناها قديش مرة، وفرقنا بين يعني ابن الابن الأعلى والأسفل، وقلنا كانه في درجة واحدة مع بنت الابن يعصبها مطلقا، ما نسلش عندها ولا ما عندهاش في 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 الميراث. وإذا كان أعلى منها أبعد منها فإنه لا يعصبها إلا إذا حرمت. إذا كانت محرومة من الميراث قلنا يتدخل فيعصبها. أما إذا كان لها نصيب في الثلثين فلا يقربها ولا يعصبها. وذكرنا قضية أمثلة لها. ثم انتقل يبين ما يرثه الابن مع إخوته فقال، فهذه إخوته يأتيه التعبير بإخوته مشكل. فإن كان ابن لصلب ومعه ابنة كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه قضية معروفة، سواء ورث المال جميعه أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام. فإذا ترك ابنا وابنة فالمال بينهما أثلاثا، وإن كان معهما زوجة فالمسألة من ثمانية، للزوجة واحد صحيح. نعم، فالمسألة من ثمانية للزوجة واحد صحيح عليها، وطبعا ما فيش زوجة أخرى لأنها صحيح عليها، معناها لها وحدها. وسبعة على ثلاثة منكسرة مخالفة فتضرب عدد المنكسر عليهم. هذه خلينا نعملوها. شنو هي هي؟ ابن وبنت وزوجة. إذن زوجة وابن وبنت، للزوجة ثمن لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت عصبة. إذن المسألة من ثمانية لأن ما فيهاش إلا فرد واحد،
فإذا كان في المسألة فرد واحد تؤخذ المسألة من مقامه. أعطوا للزوجة نصيبها واحد، بقي كم؟ سبعة. وهدم كم رأس؟ ثلاثة، لأن الذكر اثنان وللأنثى واحد. دائما هكذا العصبة نحسب للذكر باثنين سهمين والأنثى بسهم واحد، فهذه فيها ثلاثة. ولذلك للتسهيل العمل نكتب هنا ثلاثة، اللي هي الروس. كم رؤوسهم؟ ثلاثة، كويس. وكم فضل لهم؟ سبعة تعصيبا. السبعة نديروا لها خط هكذا يدل على الانكسار، معناها راي مش خاصة بالابن وإنما لهما، منكسر عليهما. منكسر معناها ما يقبلش القسمة عليهم لأنهم سبعة وهما ثلاثة روس. نعم، فبينهما تباين، مخالفة. ثلاثة والسبعة ما بناتهمش من الأنظار الأربعة اللي هي إيه؟ التماثل والتداخل والتوافق والتباين. نعم، هذه السبعة والثلاثة من الأنظار الأربعة هذه بينهما تباين، لا ما همش متداخلين. والتداخل قلنا معناها عدد صغير وعدد كبير، والصغير داخل في الكبير. والتماثل معناها زي بعضهم، زي سدس وسدس. والتوافق قلنا يقبلان القسمة على عدد آخر، وتارة يكون بالأنصاف وتارة بالأثلاث على حسب المقام الذي يقبلان القسمة عليه. والتباين زي هذه عندنا السبعة والثلاثة، لا بيناتهم لا تماثل ولا تداخل ولا توافق، إذن تباين. كيف ندير في الحالة هذه؟ ناخذ الرؤوس كاملة في حالة التباين. بين إيش وإيش التباين؟ بين السهم وأصحابه، بين السهم ورؤوس أصحابه. نعم، ناخذ الثلاثة ونضعها فوق المسألة. الثلاثة منين جتنا هذه؟ هذه عدد الرؤوس. لماذا أخذناها كاملة؟ لأن بين الرؤوس وسهامهم تباينا. تباين. فحطينا الثلاثة هذه ونسموها جزء السهم. اللي حطيناها الفوق هذه نسموها جزء السهم، لكن زيد نعاود منين جت الثلاثة؟ من عد الرؤوس. ليش أخذناها كلها؟ لأن بينها وبين سهامها التباين، أخذنا الرؤوس كاملة. ثم نضربها في الأصل المسألة. جزء السهم اللي أخذناه هذا نضربه في أصل المسألة فنكون مسألة جديدة سموها مسألة التصحيح. هذه الأولى سموها تأصيل، والثانية نسموها تصحيح. أيوة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، هذه مسألة تصحيحية. ثم من له سهم في الأولى يأخذه مضروبا في جزء سهمها. الزوجة عندها سهم في الأولى تأخذها مضروب في جزء سهم مسألتها، واحد في الثلاثة. وعمل تصحيح لأن الثلاثة من الأربعة وعشرين تمثل الثمن. نعم، والابن والبنت عندهم سهمهم كم؟ سبعة. سبعة في الثلاثة واحد وعشرين، نقسموه على رؤوسهم. واحد وعشرين تقسيم ثلاثة فيها سبعة، للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوة، أربعة عشر وسبعة. وعمل تصحيح واضح، سبعة وثلاثة عشرة، وأربعة عشر أربعة وعشرين. نعم، قلنا بعدها وأيضا ليس هو مثله في التعصيب، فإن ابن الصلب يعصب بنات الصلب ولا يعصبهن ابن الابن، وقلناها هذه. ثم انتقل يبين ما يرثه الابن مع إخوته، فقال فإن كان ابن لصلب ومعه ابنة، هذه اللي نتحدث عليها الآن، قال فالمسألة من ثمانية، للزوجة واحد صحيح عليها. ولو كان أكثر من زوجة، لو كان له زوجتان هي تمن، ولكنه منكسر عليهما. يقول الصحيح لأن هنا الآن زوجة واحدة، ولذلك قال صحيح، يعني تأخذ كامل وتمشي خلاص. لكن لو كان معها زوجة أخرى أو أكثر لكانت تحتاج إيه؟ إلى تصحيح، لأن الواحد ما ينقسمش على غير نفسه،
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.